وعلى بركته نستعين، ومنه دائما ودوما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. التحية تتجدد من أرضية هذا الميدان، من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في تحديات وانطلاقات أشواط أصحاب السمو الشيوخ، مع سن اللقاية وانطلاقة موفقة لشوطنا الرابع الذي انطلق قبل قليل لتنطلق الامال ورحلات البحث عن الناموس المتواصلة مباشرة مع جزيل اللي على الصدارة، اللي على المقدمة الاولى من حقن الرئاسة وعوض بن مبارك المهيري في عملية التضمير، بينما المركز الثاني هملول من حقن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات الجميلة، وتقدم بروكسل في هذه اللحظات ليأتي بشعار سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان وجمعة بن عتيج الرميتي المحترف، يصل في هذه اللحظات رابع المراكز. هناك الوصول مع انطلاقة سوقان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العمري في عملية التضمير، نقلتنا إلى المركز الخامس. خامس المراكز تحرك في هذه اللحظات، الأسد لسمو الشيخ زايد بالمرأة المكتوم محمد بن علي العويسي، سادس المراكز يتحرك هملول من هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، بينما المركز السابع سابع المراكز تحرك هناك الشادي، هنا ينطلق في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين. المركز الثامن تحرك هناك شاهين من هجن الرياسة ومحمد عديق بن زيتون المهيري، بينما المركز التاسع هناك الانطلاق الجميل مع مهند لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، والانطلاق مع المركز العاشر من تحرك في هذه اللحظات وتقدم في هذا الانطلاق الجميل هناك من الجانب الآخر ليختتم النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة على العموم. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة الأولى، العودة إلى ركب المقدمة والصدارة، العودة إلى الشعار الأحمر، الخطر الذي تقدم في هذه اللحظات من حقن الرئاسة هملول والظافر علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب متقدما على الصدارة. المركز الثاني ايضا هملول ايضا من حقن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي ياتي مع المركز الاول ومع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول مع انطلاقة جزيل. جزيل يصل في هذه اللحظات من هجن الرئاسة وعوض بن مبارك المهيري. رابع المراكز يتحرك الأسد لسمو الشيخ زايد بالمرة المكتوم وحمد بن علي العويسي ياتينا ويتقدم في هذه اللحظات الجميلة مع انطلاقة هذا الشعار. المركز الخامس شاهين ياتي ايضا مع المركز الرابع المتقدم ايضا، وخامس المراكز شاهين من هجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتحرك في هذه اللحظات، يتقدم في هذا المسار الجميل. ولكن هملول على الصدارة، هملول على المقدمة على المركز الاول من هجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي. بدأ هناك هملول على المركز الثاني من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي، ثالثا شاهين من هجن الرئاسة محمد العتيج بن زيتون المهيري. الله الصراع الأخير، الانطلاق المثير مع الشعار الخطير. الله
حملول حملول وحملول على المركز الأول والمركز الثاني من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي. اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة للظافر علي بن يميل الوهيبي مع المركز الأول والمركز الثاني، بينما ثالث المراكز شاهين من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، رابع المراكز وصل هناك الأسد لسمو الشيخ زايد بالمر المكتوم المكتوم، وحمد بن علي العويسي رابع المراكز جزيل من هجن الرياسة، وعوض بن مبارك المهيري. إذا ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، حملول لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي حاضرا في هذا الصباح الجميل مع انطلاقتي وتدشيني هذا الموسم الجديد الذي بدأ بالقوة والإثارة الكبيرة، حيث كان حملول مع شوطنا الرابع انطلق انطلاقة الفوز والناموس وحقق هذا الانتصار لمؤسسة هجن الرياسة، والتهنئة إلى الظافر علي بن ميل الوهيبي. التوقيت الزمني 6:05:8 من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة الى الظافر علي بن ميل الوهيبي مع المركز الاول والمركز الثاني. ايضا التهملول 6:09:9 من الثانيه، تهانينا لهجن الرياسه والتهنئه كذلك للمضمر الظافر علي بن ميل الوهيبي ثالث المراكز. وصل شاهين من هجن الرياسه ومحمد العتيق بن زيتون المهيري 6:06:2 من الثانيه، تهانينا والناموس لجميع